Jordan ranks as the number one country in the Arab world in the medical tourism industry. It combines treatment of both the body and the soul. Jordan has marvelous nature, moderate weather, and medically beneficial natural resources such as mud and volcanic mud, hot springs filled with minerals, and salts that help heal irremediable diseases. It additionally has a well-equipped network of hospitals and specialized medical care centers where professionals with high international expertise and qualifications work. تأسست شركة الحوسبة الصحية عام 2009 كشركة غير ربحية يملكها القائمين على القطاع الصحي في المملكة، وهم وزارة الصحة، وزارة الاتصالات، الخدمات الطبية الملكية، مؤسسة الحسين للسرطان، معهد الملك حسين للتكنولوجيا الحيوية والسرطان، وجمعية المستشفيات الخاصة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية. هدف الشركة هو تحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله للارتقاء بالمستوى الصحي العام في المملكة، والذي غايته حوسبة الملفات الطبية للمرضى، وهذا بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية. بدأنا بتحقيق هدفنا من خلال اطلاع التجارب والخبرات العالمية، واستطعنا نبني فريق محلي بضم كوادر طبية وتقنية أردنية قادرة على تكييف برمجيات عالمية مفتوحة المصدر وتطبيقها بما يتواءم مع احتياجات القطاع الصحي في المملكة. EHS gathered a team of IT experts to design effective programs to reach the best electronic medical solutions that meet the needs and requirements of the health sector. And in a short period of time, EHS launched its first national e-health initiative, Hakim Program. إن فكرة إنشاء مركز حكيم ووجود الكوادر الطبية المؤهلة جعل من شركة الحوسبة الصحية تقطع أشواطا في مجال التدريب ونقل المعرفة بين مستخدمي النظام والكوادر التقنية العاملة في الشركة، كما وأن وجود مركز للدعم الفني على مدار 24 ساعة سهل على مستخدمي النظام الاتصال والاستفسار عن أي معلومات لديهم. وجود برنامج حكيم هو بيخليني النقاط الأساسية في فحص المريض واضحة جداً، وأنا ما علي إلا أني تتبع هذا البرنامج خطوة خطوة، وبالتالي أنا بستكمل فحصي للمريض بأمان وبسلام. لما أفتح الشاشة عندي سأجد أنه مرضاي المسجلين في العيادة بأسمائهم موجودة أمامي. الصفحة الأولى هي بتتضمن المعلومات الأساسية عن المريض. ببدأ سؤالي بداية بسؤالي للمريض عن شكوى. خير، شو حاسب صدرك؟ هذه البيانات هي اللي حتحفظ أي زميل آخر قادر على الوصول لهالمعلومات. ننتقل للسؤال الثاني، هل أنت يا مريضي تعاني من أي حساسية؟ وهذه أهميتها جدا، إذا هذا الدواء بيتعارض مع نوع من أنواع الحساسية اللي ذكرها في الأول وأثبتت، البرنامج بيعطيني إنذار أنه لا يجب صرف هذا الدواء لهذا المريض. الخطوة الثالثة انتقالنا إلى فحص المريض السريري. من هذا الفحص أنا حثبت بعض المعلومات في صفحة فحص المريض. الخطوة اللي بعدها هي طلب الفحوصات اللازمة، سواء كانت أشعة أو من المختبر، مربعات واضحة بطلب واضح لشيء ثابت، شيء واضح، وهذا بيصل للمختبر بسهولة. يتم استقبال الطلب من العاملين في المختبر، ثم نقوم بعمل الفحص. فور جاهزية النتائج يتم إرسالها فوراً إلى الملف الطبي الإلكتروني، وبإمكان الطبيب الإطلاع على هذه النتائج وحتى اتخاذ إجراءات طبية مباشرة في حالة إذا كانت النتائج حرجة.
في الماضي كانت العملية الورقية تسبب لنا إزعاجا كثيرا بتطبيق النظام. سوف يكون هناك قفزة نوعية في مجال الخدمة الصحية المقدمة بما في ذلك الخدمة المخبرية. طلب الأشعة راح يجيني دايركت على السيستم من الطبيب المعالج، يستقبله فني الأشعة. أنا كطبيب بعد ما يتصور المريض ويأخذ موعده ويجي على تحضيره بتصور على السيستم، بدخل على السيستم عن طريق الاي دي نمبر أو عن طريق اسم المريض بشوف صورته، وبالتالي بكتب التقرير، بجهز الريبورت كاملا وبعمل له سنت على السيستم. هذه العملية لها فوائد كثيرة جدا. أولا أنا وفرت وقت المريض. الشغل الثاني أنا وفرت ثمن الأفلام، زاد الأرشايفينج اللي أنا بيكون عندي، بقدر أرجع لأي صورة أنا صورتها في أي وقت بدي إياه وأعمل كومباريزون أو مقارنة مع كل الصور اللي صورها المريض خلال أي فترة بدي إياها. والرد بيجيني إلى الجهاز. الخطوة الرابعة هي وصولي إلى تشخيص وبالتالي إعطاء الدواء للمريض. الأدوية كلها موجودة بالجرعات المختلفة، وما علي أنا إلا اختيار الدواء المناسب بالجرعة المناسبة للمدة المناسبة، أي إعطاء الدواء السليم. أصبحوا موجودين في الصيدلية. جدا جدا سهل عملي، هو دخل كعقل ثاني بيفكر معاي. هلأ مع برنامج حكيم الدكتور رح يكتب الوصفة على الكمبيوتر، رح أنا توصلني على الكمبيوتر قبل ما يوصل المريض، فأنا بشيك على الوصفة من ناحية الدواء، كميته، التدخلات الدوائية إذا موجودة مع الأدوية الموجودة الأخرى. إذا كل شيء تمام بطبع الليبز للدواء قبل ما يكون واصل المريض، بس يجي بعطيه أساس يروح على المحاسبة بحاسب عليه وبرجع لي، لا يرجع أنا بكون حضرت له إياه. هو برنامج كبير جدا يلبي طموحات كبيرة، وفي خدمة للصحة العامة. وإحنا كإدارة صحية عملنا أول شيء وفر إنه ما صار في عنا دبليكيشن في طلب الفحوصات الطبية الغير ضرورية وصرف الأدوية الغير ضرورية. إضافة إحنا بنعرف طبيعة المرضى وبنعرف أنواع الأمراض اللي موجودة وحجمها، فبتسهل لصانع القرار وللمخططين الصحيين في الاطلاع على أرقام صحيحة، فأنت بتخطط في عمليات الشراء المستقبلي حتى لا يصير عندك نقص وهدر.